السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم متابعين؟ متابعين غادي نهضروا بصح حتى هي العاطفة قال لها حطها بجهة، العاطفة نحيها حطها بجهة باه نجمو نهضروا. صاي العاطفة، وكاين شبيبة هاني يستخدموا بزاف الوازع الديني وكل شيء، الوازع الديني لابد منه، ولكن كاين واحد الأمور يحضر فيهم العقل. صاي دوك حنا نهضروا، رانا من سوق نهضروا نحاولوا نشرحوا موقف مع الصرا. المهم في خلاصة القول يقول لك اودي خابت أمة تعلق أمرها برجل واحد، خابت أمة تعلق أمرها كامل أمرها برجل واحد، خاطش على لو كان يزول ذاك الرجل يروح راحت، خاطش لماذا؟ لأنه تعلق أمرها برجل واحد. أمر بسيط، دايما أروح معايا بعقلك، العاطفة حطها بجهة. لنأخذ على سبيل المثال زعيم من زعماء العرب سابقا اللي هو المرحوم القذافي. المرحوم القذافي لليوم راه قاعده كلمته تدور، ها حذاري، ها بيدوركم، ها بيدوركم، ها بيدوركم، راه على بالكم بهذا بهذا الشيء. ولكن لو كان جندرو تقيس على القذافي ولا نلقوا امر الله ربما مغاير، ولا ربما. المرحوم القذافي حكم ليبيا 40 سنه، كارونتو هو الحاكم ليبيا. في ميزك نتايا على حسب فهمك، القذافي كيف حتى فشل في صناعة جيش، مؤسسة عسكرية نظامية حقيقية، ماشي كيف علاه فشل؟ دوك هنا يضيق لك تفتش، هنا يضيق لك تفتش كيف الإنسان حكم 40 سنة. موارد ليبيا كبيرة، عندها دخل الدراهم، عندها المحروقات، عندها كل شيء دخل الدراهم. بصح كيفاش فشل في تأسيس جيش؟ هل فشل فشل يعني غير هاك، ولا كان متعمد أنه ما يكريش مؤسسة عسكرية حقيقية بحيث أنها تشوف أنت ولو دخل الناظر له ثوار ودخل حلف الناتو راح بالخف، يعني ما ريزيستاش خلاص ما كانش كاع. هنا هذا كاين اللي يحلل يقول لك أودي النيتو قوي، واحد آخر يقول لك لا الثوار كانوا أقوياء، كل واحد كيفاش يحللها. واحد يقول لك اودي ما كانت عندها مؤسسة عسكرية نظامية، بمعنى مؤسسة عسكرية، ماشي قال اودي قبائل مسلحين هم الشعب. نو هنا نعاودو نرجعو للراجل واحد. انا تبان لي لو كان جات عندها مؤسسة عسكرية نيشان وتخدم خدمتها نيشان، فلا ربما نظن الثوار ما ينوضوش يديرو لها كيما هكاك. انا تبان لي بلي ما يديرولهاش كيما هكاك، ما مني طوما يقدرش يضربها، تعرفوا علاه؟ خاطش ربما يكون عندها تماسك داخلي. الصح هنا هو الشعب، الصح هنا هو الشعب. الشعب كي يشوفك داير مؤسسات حقيقيه ويشوف الامور تمشي، يعني ريغلومونتير، المؤسسه الدستوريه تمشي، المؤسسه تاع القضاء تمشي مريقلو، المؤسسه العسكريه كلشي ريقلو، اي معتدي عليك اول واحد يساندك اللي هو الشعب. هو كيساندك الشعب القوه راه تولي 80%، القوة تاع الدولة تولي 80%، خاطش على خاطش الشعب. شوف انت غير الانتخابات كيجي رئيس، قال خذ على سبيل المثال اي رئيس، قال اي رئيس يكون دي بروسونتاج كبير وحقيقي، يعني بالانتخابات مطلعين الشعب يكون محترم، يكون محترم بين الدول، يكون على الاقل صوته مسموع. فما بالك شخص ينظم بلاده كما حنا اخذنا على سبيل المثال القذافي. نعاودوا نرجعوا لكم على عبد الله صالح، راكم شفتوا كي قتلوه داروا له قاعد الفراغ، بمجرد انهم ازاحوه على السلطه صيد اتخذت اليمن، اتخذت اليمن. نعاودو نرجعو نشوفو حنا الاخطاء اللي دارهم علي عبد الله صالح. نعاودو نرجعو للبشير تاع السودان، ها هما قدامكم كيفاش صرا السودان، ها انقسمت في وقتها وزادوا فني قلعوه على السلطان الثوره، راه الدبر كم مولاه. يعني كاين امور، كاين اللي حط ابن عمه، كاين اللي حط غير التاوعه، كاين اللي محافظ على التوازنات، كاين اللي كان عنده سياسة أنا أو بعد الطوفان. أي واحد فتشو تلقوا عنده هذا الأمور، وبالتالي تلقى بالشي غير هو طاح صي انتهى أمره، هي بروبليم الدولة كومبلي راه تروح. والله شوفوا الدول هضرنا عليهم، السودان وشوفوا اليمن وشوفوا ليبيا. شوفوا نعاودوا نرجعوا لسوريا، سوريا حتى دخلوا الرواس، حتى عيطوا للرواس، يعني لقوا روحهم بحاجة إلى حليف، والله حاجة إلى معين خارج كاع ما هو لا من دينهم لا من لا يقرا لغتهم لا والو، الرواس. ها شوفوا اليوم، ها من 2011 ل 2023، على هذا قلنا ودي حنا خابت امه
تعلق أمرها على شخص واحد. هي دائما شوف أنتم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك أودي أمركم شورى بينكم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدرك من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يتشاور هو والصحابة، يدي ويجي يتشاور هو والصحابة ويحط الرجل المناسب في المكان المناسب. نجم كانت كاينة دولة إسلامية وكان فما بالك دروك وقتنا، سي بور صار كاين هذاك الضعف، كاين هذاك الضعف. وعليه جبدنا على المرحوم القذافي وعلى البشير تاع السودان وعلى تاع اليمن، راكم شفتوا النهايات كي دايرين. خاطش على لو كان يكونوا مؤسسات، على الاقل مؤسسات قويه في وسط الدوله، ولو يزوح الشخص ويروحوا اشخاص يقعدوا محافظين على التوازنات، يحافظوا على كينونه الدوله وبقاء الدوله وكاع يقعدوا. بصح كي ما تكونش داير هذه المؤسسات ولو بعيوبها ما تنجم تضبط والو. هاكم شوفوا درك انتم حطوا ليبيا وديروا التقييس. ليبيا لو كان فيها مؤسسه عسكريه متماسكه، يا هل ترى يصرى لها الشيء اللي كان ما يصراش؟ نعاودوا نرجعوا للعراق. العراق اظن انه تعلق امرهم على شخص واحد اللي هو المرحوم صدام حسين. بمجرد طاح ذاك الرمز يمن عاش، يمن عاش. بصح نعاودوا نتخيلوا حنايا باللي يودي صدام جاو داخلين عليه نار كاع الشعب، قال 40 مليون نط كاش ما يطيحش. تعرفوا على خاطر الشعب قوه، مصدر القوه هو الشعب، ما يطيحش. ولكن الشعب دار هاك قال خاطيني. الشعب اش قال؟ قال خاطيني. رحت هذا بلا ما نحسبوا القوات، القوه تاع اللي هجموا هذيك راه حاجه واحده اخرى، هذاك راه تحليل واحد اخر وهضره واحده اخرى. خلاص حنا نهضروا لداخل، لداخل. صرا لك انت كيما راك في دوار وجا واحدين دابزوك دوك بزاف تحاماو عليك، واش دير لهم؟ لو كان ما ينصروكش اهل الدوار تاعك مما يغلبوك الاخرين، امر بسيط يغلبوك. بصح لو كان ينوضوا بني عمك والدوار وكل شيء تولي عندك باللي راه عندك حلفاء، يبقى المعتاد يخاف ما ينجمش اصلا يجيك. خاطش علاه؟ راه عندك حلفاء، عندك بني عمك ناضوا وصحابك وجيرانك ناضوا، قال والو اي صي ما يتغلبوش عليك. حتى الدول كيما هكا كيكونوا دايرين فيها مؤسسات هما الداخل الصلاحيات فيما بينهم، كل واحد يخدم خدمته، تمشي الامور. ميم حتى الشعب كي تجي الصح تلقاه عندها 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 موقف، يتاخذ موقف يوقف الصح. بصح كي تكون مضطهد وكل شيء ويشوف قدامهم باللي يا ودي الخروف راه يتقسم غير وحده وغير وحدهم ياكلوا في الخروف، وانت قاسنك نهار صح يقول لك انا خاطيني خويا على مستواك، وبالتالي الضرر كيعم على الجميع. ما غاديش تنضر غير ديك الفئه، وانما الضرر يعم على الجميع. وعليه هذه هي انا نسمعوا التوازنات، ولكن كاين اللي يمشي بها وكاين اللي ما كاين اللي غير يسمع بها وكاين غير اللي يقولها. هي اللي خاصة في قيادة المجتمعات، قيادة المجتمعات أمر خطير وأمر صعيب بزاف، واللي يقله نخبة باه تقود المجتمعات وباه توجههم وباه. وعليه رانا نقولوا حنا ونجيبوا العبر والحكايات هذو غير في إطار التوعية، ما حنا ما نهاجموا لا إكس ولا إيكغيك، حنا في إطار التوعية برك. أذكرنا اليوم موضوع اللي هو الدولة من الداخل كيفاش تكون. ذكرنا سي القذافي رحمه الله، قلنا لو نجح يعني في انشاء مؤسسه دستوريه حقيقيه وجيش حقيقي، مؤسسه عسكريه حقيقيه وقويه، لربما ما كانش يصير هذاك الشيء. كان ينوض الشعب، ينوض الجيش، ولا ينوض الشعب ينحوه، قال لي تفضل يجي واحد اخر من تحت، ما تخلاني طولا فرنسا لم يحزن صاي يسلك، تسلك البلاد تسلك صاي، وعاودوا جريه واحده اخرى وقلع. بصح كي ما يكونش عندك الامور يا الريح اللي جا يديك. وفي الاخير اش تنقول لكم المشاهدين الاعزاء؟ ربي يحفظكم ويبارك فيكم، وكونوا بعد العاطفه دائما كي نهضروا المواضيع، ما تدخليش العاطفه ودخل ديك ودخل ديك، انسان بعد العاطفه، هذا غير الواقع. ربي يبارك فيكم.